بعد كل هذا اللي صار على الزهراء، يقول الرجل استقبلتني بوجه أعشى بصري نورا فلطمتها على عينها. ها بعد عندك عتاب وعندك سؤال تسأل الزهراء، ضربوها لو ما ضربوها، فعلوا بها ما فعلوا. إذا عندك سؤال لا يكون سؤال استنكاري، مو تستنكر على هالأمة، الأمة تسوي أزيد من هذا، لأن فيها الحقد والضغينة على علي وفاطمة. لكن إذا كان سؤالك يكون سؤال تعجب، تعجب من هالأمة اللي ما طلع منها رسول الله إلا وقد أوصى بالزهراء وعلي خيرا، يكون سؤالك مثل هذا. قال سليم، هذا من المحبين ومن العشاق لأمير المؤمنين وفاطمة، ويسأل لكن سؤال مو سؤال استنكاري وإنما سؤال تعجب. وتحفظ هالأبيات وخلينا شوية نعزي رسول الله الأيام بمصاب الزهراء، إلها حق علينا أم الحسن. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ ما أسمع صوتك. فقال إي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خمار. اعذرونا السادة عشاق فاطمة، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للصون والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرة، فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا. انت تسأل بس اسمع رد الجواب. شخص قال انا اللي شعلت نار على الباب، شخص قال انا اللي شعلت نار على الباب، حرقته ودخلنا ولا كان بالحساب، لقيت الزكية ورا الباب بالحجاب تناديه يا بويا ولونه العرام. شخص قال ورا الباب تلاوذ شفتها، ترى الباب ثجيلة وعليها يدفعتها، عصرتها
حتى تولي سمعتها تقلي علي من وانا تجاهلتها. بس تجاهلت الزهراء؟ يقول أزيد من ذلك. اسمع 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 هذا السيد ماذا يقول. يقول اصفعتها يقول اصفعتها وشفت الدم بدي اثار الدمى من جفنها الزكية اسبها وويلا وويلا اسبها وجنها غريبة وسبية تقلي حجابي وقلها اش علي. اين المنادون وفاطمة انا كان لي بالزهراء وهي على فراشها تقول انينا يقطع القلوب وينك ابو يوسف لكن الزايد عليك اليوم يا زهرة لوجي. اقرأ بطلي ونينك ذاب قلبي لا تولي يم الحسن بطل البواج وجاوبيني شوفي أولادك بالبواج مذوبي. صاحت يا حيدر فرقوا بينك وبيني وداعت الله مسافرة عنك يا ابو حسين. لا باس لا باس عليك يا فاطمة من هالمرض ما اشوف يا حيدر سلامة. ايه زوج عقب عيني يا ابو حسين بأماء وبس هالله هالله عقب عيني بهاليتامة سكن خواطرهم ونشف دمعة العين يا علي يا علي واجمع أصحابك عقب موتي وجهزوني وطلعوا الجنازة بليل خفية وادفنوا واللي كسروا ضلعي وبالباب عصروني لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين ويلي ما قصروا يا مرتضى رضا جرها وياي رضا ضلوع ولليوم من ضرب الرجس ما سكن ما سكن روح بعدي على المختار ما نشفت ما نشفت دموع قبلي ولا طمني فوق خدي ومحجر العين بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها. إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات
في مشارق الأرض ومغاربها، المرضى المنظورين من سألون الدعاء، اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين، اللهم واحفظ جماعتي الحاضرين في أنفسهم وأهلي متعلقيهم فردا فردا، المؤسسون الباذلون تقبل عملهم بأحسن القبول، ولأمواتكم وأموات المؤسسين موت المؤمنين والمؤمنات، بلغ اللهم الجميع ثواب المجلس والمباركة الفاتحة مع الصلوات.